مساء النور، مساء الخير حبيباتي غزلاتي. هاد الليلة ان شاء الله انا مسافرة في الليل، وشوفوا الجو كي داير. بغيت نشارك معكم هاد الجو ديال السفر مع السفر في الليل. النت ما كيكونش فيه تصوير واضح، ولكن حاولت ما امكن نشارك معكم مقتطفات من السفر. جاية ان شاء الله من ايطاليا لبرشلونة، والجو مغيم والشتا واش غنقول لكم، راه جابده خيط من السماء. كان ملي وصلنا هنا لبرشلونة راه ما كايناش الشتا مزيان، الجو راه هادي وحتى السحاب راه ما كاينينش، ولكن في ايطاليا كانت الشتا بزاف 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 قويه. يا ربي تحفظنا. وهنايا كنا وصلنا بخير وعلى خير، ودا السفر زوين الله ومالك الحمد. في الاول كان جا شويه ديال الخوف من حيت الشتا بزاف، ولكن دازت الرحله زوينه والحمد لله. هذا الفيديو شاركت معكم السفر ديالي، كنتمنى تقبلوا عليه، وحتى الفيديو الجاي